الجزائري المساكن هذا ما شاء الله. واش غادي نقول هذا الجليج هذا خاص سبحان الله غير في هذه الارض فاس، لان هنا كنجوز المواد الاوليه الرصاص البلوم الرصاص. هذا الرصاص غير في هذه الارض حنا اللي اختصاصيين فيه باش كنردوه لاصلو مع السيليس كنقبطو وكنعرفو له الانتاج ديالو كيبقى قرون. وما الجزائر غتخدم غير بالصبغه الروميه غيقيسو الماء غيبقى يهبط واخا كاع يقلدو كاع يقلدو ما كاينش شي من داكشي. هادشي خصو الرصاص باش يبقى قرون. انت كتشوف كاين جليد ديال 12 القرن هنا في فاس. كيبدا فاس في البني كنشوفو الجليد دابا ملي كنولو، ولا كندخلو شي مآثر قديمه كنمشيو نشوفو المهنه ديالنا. يعني انت شتي دابا هاد المواد الاوليه كتجي من اوروبا عام قيسو الماء صافي الله يهنيه يرجع كي كان. يا ام وليها الله يرحمهم كانوا قادين بها. دابا الجيل شويش الله يهديها ما تعرف لا تراث لا مين لا غادي مهور. خلوق وترابي فيها، خلوق وترابي فيها. وبالنسبه للتاريخ ديال هذه المهنه هذه واش كتعقل يعني فوقاش بدات هذه المهنه فاس ولا في مدن؟ مع شي بنيين كبرنا مع ناس كبار مقدمين في السن كيعاودوا كيقول لك الاندلس اللي كيقول لك قبل من الاندلس قبل داك في القرن السابع الهجري اللي كيقول لك 12 القرن عاد مولاي ادريس. الصناعه التقليديه اللي كانت كاع في اول الزمان ناضت تقدرها التفتح، التفتح العلمي. كان المرحوم الحسن الثاني مدخلنا في الرخاص في البلان. ودابا البني خفيف الجلي شويش ثقيل ما كيتكلفلوش الانسان يديرو كاع ما يمكنش. الوقت ماشي هو الوقت، التصميم ماشي هو التصميم. علاش ما فكرتوش نتوما ديروا شي تصميم مزيان؟ التصميم حنا عندنا الطين ضروري الصلصال ثقيل. واش غنديروا من الميكا من البلاستيك؟ راهم دايرين له شركات رقيوق وداك الشيء ما كاينش شي منه. كيرتقي بالكولا اللي كيكون الصاد كيبقى يهبط بوحدو. المسابيح في حيوط في رصادات. يعني هذا مشكل تقني يعني ممكن تخلو عليه. ديال التصميم انت شتي دابا هاد ليبريك اللي كاينين الخفيفين. البني خصو كل حاجه خفيفه ما خصوش الجليج البلدي، خصو الفايونس حاجه رقيقه خفيفه. الانسان كيمشي يعاود على الثمن، الثمن ماشي هو الثمن. انا المواد الاوليه كلها طلعت، اليد العامله كلها طلعت. الانسان ملي كتجي كتقول له الثمن بحال انت ليص باش شاري البلاد خصو باش يصوب متر الجليج البلدي 2000 درهم للمتر 1500 درهم للمتر. ما بقاش الوقت يقبل الجليج هكا باختصار. الوقت دابا عاود التطور كل زمان وليه مواليه. ولكن كنشوفوا ان السياح كيجيو هنايا وكياخذوا الجليج. لا كان شي لكبات تيكون فيهم الحجر حاجه ديال السفلي وصافي، ما الفوقي ما كاينش اخاي. الا كان شي بروميير ايطاج كيقبل تا هو شويه تقل. ما هادشي ديال انت كتشوف هذا الاقامات كيولوا. ما الحسن الثاني الله يرحمه راه كان دايروا لنا في الرخص في البلان الجليج البلدي دير. دير سويريات دير قريمدات كنا كنعيشو. انت كتشوف دابا الزمان ماشي هو الزمان والجيل ماشي هو الجيل. الجزائر ملي كنا معاهم مزيانين كنا كنمشيو كنصوبو لهم شي مسائل تما ديالهم ديالنا. ما هما الصنعة ما كايناش هنا المغاربة هنا في المغرب وعندنا غير فاس. عاد خاطر كنتشر كتخرج للدار البيضاء مراكش وداكشي، ولكن الصناعية الأصيليين هما من فاس. هاد الصنعة ما كاينه حتى فشي دولة من غير المغرب هو اللي دايرها وبالأخص فاس. يعني المغرب بقى محافظ عليها. محافظ عليها هاد الصورة ديالنا وعندنا نبنيو بها القصور وكنديرو بها نعم أسيدي الجوامع ديال المغرب. واخا كتصدر على برا كنمشيو على برا الصناعية ديال المغرب هما اللي كيصوبوها تما. وبالنسبة للدول اللي كتقبل على هاد الزليج التقليدي المغربي شكون هي هاد الدول هادي؟ الدول الخليجية السعودية قطر الإمارات كلهم كيكونوا تما. دابا ولات حتى كتدخل حتى لأوروبا تمشي حتى لأمريكان. ولكن شكون اللي كيصوبوها؟ المغاربة كتصنع هنايا واللي كيركبوها تما المغاربة. ميمكنش شي واحد يصوبها من غير المغاربة. أما الجزائريين اللي قالوا داكشي لا، إلا كانوا هزوا هاد الصنعة من البلدي يديروها في الرومي في الجليج الرومي يمكن. أما الصنعة ديالنا كتخدم بالناقص وكتخدم بهادشي ديالنا المغاربة هما اللي كيصوبوها.
كل هذا الزليج كاين في مدن اخرى، ولكن ربما ما يميز الزليج الفاسي هو عنده واحد الخصوصيه. في المدن المغربيه كاينه، ولكن من فاس، حتى التربه ديال الطين باش كنصوبوا الزليج من فاس. صافي هادشي اللي كان، ما عمرك تكون شي اواه مراكش كاين كيطلعوا تما يصوبوا، ولكن التربه ديال الطين من فاس كتطلع. اللي كتمشي من فاس. ما من فاس. ولا ما كانش من فاس راه ما كتكونش هي داكشي، كيكون داكشي ديال الرومي، داكشي ديال الفايانس، داكشي اللي كان. اما الصناعه التقليديه باش كنفتخروا حنا في فاس هي ديالنا ديال المغرب. وعندنا الصنايعيه، يعني شحال تقريبا كاين العدد الصنايعيه؟ واش هاد الصنايعيه كيعلموا هاد الاجيال هادي باش نحافظوا على هاد الشيء؟ يعني عرفتي كاين واحد القضيه فكرتي جبتي لي هاد الموضوع هذا، هما كانوا منعوا علينا الدراري الصغار ما يتعلموش. الدراري الصغار من 16 العام الفوق الى خرج عاد يديروا التكوين، وحنا تعلمناها صغار. مين ما كيخرج الواحد كيجي الصنعه، ومين كيقرا في العطله كيجي الصنعه. دابا الصنعه ديالنا الى ما احتفظوش عليها وجابوا الدراري الصغار يتعلموها راه غنقهر. راه منعوا علينا الدراري الصغار نخدموهم. الى جات النجله وقالت كتخدم دري صغير كيقول لك خصو يمشي يقرا، ولاش كتخدمو ما يمكنش يعني تخدمو. بالنسبه للشباب يعني مثلا ممكن يتعلموا ولا ردوا لها البال وبداو يسيفطوهم يخدموا ويمشيو يقراو ويخدموا يتعلموا غيتعلموا صنعه ومره ما تموت. اما لا تمتى ماتت في المغرب وبخاصه فاس ما كانش اللي يعوض هاد الناس اللي مشاو بحال هكا. يعني باش هاد الشباب نشجعوه باش يجي يتعلم هاد المهنه شنو خصو يدار مثلا؟ خصهم نعم اسيدي يتهلاو في الناس الا هملوا الصنعه شويه، فهمتي؟ خص الناس يتهلاو فيها ويخرجوا لها خدمه. الا شحال من مره كنبقاو غير جالسين، شحال من مره كنعانيو كنعانيو بزاف. كان هادي شحال قصوره جوامع حاجه غير كاتب لها الي الترميم عاود كيندرج اللي جديد. البني اللي كيتبنى كيديروا لهم واحد النسبه ديال الجليج، النسبه ديال القبص وديال الخشب، داكشي باش كلشي كيخدم. دابا الاكثريه تشوف العمارات، تشوف المسايل خدامه بالبلاصايد ما فيهاش جليج. يعني الدوله والمؤسسات العموميه صارت تفرض هذا الشيء، هذا فرض نحافظوا على هذا التراث وتشجعوا الناس يخدموا ويبقى هذا التراث عندنا في المغرب. التراث هو اللي عندنا في المغرب، ما كاينش شي دوله لا اسلاميه ولا افريقيه ولا اجمعيه او العربيه من غير المغرب هو اللي فيها الصناعه. يعني بالنسبه للاثمنه، يعني باش نشجعوا حتى ذاك المستهلك البسيط انه يجي ويقتني الزليج، واش الاثمنه في المتناول؟ المتناول وعاد خصها دابا تهز شويه كما الله، هاد الناس يتحركوا شويه حالا ديال الصنعه راه لا تبغي صراحه. هي الله يجعل هاد الناس اللي مكلفيننا بهادشي ينوضوا ويوقفوا بهادشي وما تخاطرناش هاد الصناعه ديالنا اللي تربينا فيها. انا كدا 50 عام وانا في هاد الصناعه. بالنسبه للتسويق يعني كيفاش كديروا التسويق؟ واش التسويق كيتم من خلال هاد المحل ولا كتدفعوا لمحلات اخرى؟ دابا كاينين المحلات كيعطيونا حنا ما نخدموا، كاينين شركات كبار كيشدوا المارشي وكيعطيونا حنا عاود نخدموا، وحنا عاود كنعطيو الصناعيه يخدموا. حنا كنكو طريف صناعيه طريف وكنمشيو الصناعه غير كتشاف اي بيت مزل فيه زليج بلدي كيقول لك راه مغربي، راه معروف هذا الشيء في العالم. عمر الجزائري ما كان عنده زليج. هذه الصناعه مغربيه والاصل ديالها من فاس، لان الاصل ديالها الطين ديالها الاصل ديالها المعدن ديالها كاين في فاس، ما كاينش شي مدينه واحده اخرى. غير كتشوف الزليج دابا في اي بيت كتقول راك في المغرب. وخا تكون في اوروبا كاع ولا في شي دوله فيها الزليج، ملي كتدخل للدار فيها الزليج كتعرف راك في المغرب. دار المغرب راه مصوب في العالم، دار المغرب في كندا، في العالم كله كاين هاد اللمسات ديال المغرب. راه ملي كتمشي لذاك البلايص كتقول راه هذا هو المغرب باش معروف. اما يقول لك ديال الجزائر او ديال شي دوله واحده اخرى ما عندهمش، كيكذبوا. يعني فاس الان بقات محافظه على هذا الموروث هذا لمده ديال القرون. نعم. يعني ولكن رغم ذلك يعني الصنايعيه كنسمعوهم كيتشكاو كيطالبوا بتحسين الاوضاع، ربما المهنه تزيد تحسن،
باش تكون عندها مردوديه اكثر وباش يمكننا نقدروا نسوقوها على المستوى الخارجي بشكل افضل. يعني شنو كتقترح؟ الصناع كيعانيو تيعانيو بزاف د المشاكل في هاد الاكراهات في هاد المهنه هادي، لان الاصل ديال الاول ديالها من الطين، كان خص الطين يتقاد، لان الطين دابا فيه الحجر فيه شي شحال المواد اللي ما هادي كتلقى صح. الانسان ما كيخدمش مرتاح، ما كيخدمش مرتاح في الحرفه ديالو، تيخدم في العذاب. دابا الطين فيه الحجر، بعدا خص المعدن يتحل معدن قديم، او الدوله خصها تدخل باش دير تجيب شركات يبداو ينقبوا على الطين، يمكن يطحنوه، يمكن باش يحيد منه داك الحجر باش يبقى الصناعه محافظين عليها. دابا بقاو الشيء اللي كتالي الطين كما كان كيتصوب، ملي كتوجدو كيبقى الحجر كينور، وداك النواره حتى كنقشوه ونصديو ونساليو وكتنور لك النواره في قلب داك الفرمه، اذا خصك ترميها ما خداماش. دابا هادشي كنطالبوا من المسؤولين يشوفوا اعاده النظر في القضيه ديال المواد الاوليه، المواد الاوليه نحاولوا نحسنوا منها باش يبقى الصنعه شاده كما هي. لان كاين الجليج راه كان شحال هادي راه كيبقى 100 عام وكيبقى راه مازال في الديور القدام، مازال ما فيه حتى حاجه، لان كانوا الناس يخدموا بالطين نقي ومزيان. دابا ولا كيضربوا على وجه ولا ما عرفت كيفاش كيطلعوا الحجر. دابا الحجر ما كتشوفوش دابا في قلب، حتى كطيب الجليجه وتخرج وكتبرد، ملي كتبرد عاد كتبقى تنور لك الجير بقلب منها. هادشي هذا كنعيشو في مشاكل مع موالين الديور، مع موالين كيقول لك لا راك داير لي انت الدوزيام، راك داير لي هادي، وحنا ما عندنا لا دوزيام لا والو. جليج واحد كناخذوه كامل، اي جليجي كيشري جليج من الفخارين كينقشو كيركلو كينور كيتكنى داير لك الدوزيام. انا ما داخلش في قلب منها باش كنقول لك الدوزيام ولا هادي، راه بحال خديتو انا حدا واحد اخر حدا هادشي اللي كاين. بالنسبه لهذه الصناعه التقليديه فن الزليج ما هو معروف الا في المغرب، الا بمدينه فاس. انا من دخلت لهذه المهنه ب 89 لحد الان، وحنا كنتجاوزوا هاد الصناعه هادي كنعرفوها الا هنا في فاس وهنا في المغرب، وعاد انتشرت هنايا في المغرب، مشات لكازا، مشات للدار البيضاء، مشات لمراكش، مشات لاسفي. وحنا كصناع يعني مهنيين في مجال هذا كنخدموا في فاس، كنخدموا في كازا، كنخدموا في الرباط. الصناعه ديالنا الحمد لله راه معروفه، ماشي معروفه الا هنا في المغرب. يا الاخوه الجزائريين حتى هما بغاو يديروا هذه المهنه ولكن راه ماشي ديالهم. نهضروا بصراحه، راه كلشي كيعرف العالم كيعرف بان هذه الصناعه الا هنا في المغرب وخاصه مدينه فاس. وشنو هي المراحل اللي كيمر منها الزليج قبل ما كيوصل لهذه المرحله هذه كيتعرض فيها على شكل لوحه، وشنو هي الاشكال او الزخارف اللي كاين عليها اقبال بزاف من طرف سواء المغاربه او السياح الاجانب؟ هاد المهنه كتمر بزاف ديال المراحل. كتمر اولا من دار عمل، دار عمل يعني حتى هو عنده واحد هذاك الطين، هو الطين كيديروا كيفزقوا الطين في الزوبه وعاد كيخرج من الزوبه كيولي كله عنده الصناع في هذيك دار عمل كتاب، كله عنده واحد المهنه ديالو. كتخرج من الزوبه عاد كيضربوه وكيقطعوه وكيبسوه وكيخرجوه عاوتاني من داك كيخرجوا الشمشي يبس، عاد كيبس عاد كيديروا الصباغه ديال الالوان ديالو، وعاد كيوصلنا حنايا باش كنخرجوا به هذاك الانواع اللي راهم على حسب الطلب ديال الناس. وكاين اقبال يعني الحمد لله، كاين اقبال الحمد لله، كاين الاقبال لا بالنسبه للمغاربه ولا السياح، حتى اقبال الحمد لله كاين. بالنسبه للاثمنه يعني واش في المتناول ديال المستهلك، يعني واش اثمنه مناسبه؟ والاثمنه كاين مناسب، كاين اللي مناسبه وكاين اللي الحمد لله شويه، نقول الحمد لله شويه. مهنه شريفه، كلشي يكون نقيز. ايوا الصناعه راه معروفه، كاينه في المدن المغرب، كاينه في فاس. يعني واش كاين اقبال على هذه الصناعه هذه من طرف الشباب المغاربه؟ كاين اقبال، كاين اقبال. وشنو هو السبب في نظرك اللي جعل هذه المهنه هذه تبقى رغم هذه المده كلها اللي دازت، يعني قرون وقرون؟ وداك الشيء من جد لجد.
تعلموا جدودنا تعلموا العائلات كاين كما جنجل. بغيت نهضر لك على داك الشعار اللي دارت الجزائر، هذاك راه مغربي 100% يعني من عهد الاندلس من اللي قرون والقرون من عهد طريق بن زياد اللي دخل الاندلس وجاو تما المغاربه لقاهم تما وجاو دخلوا جابوا ديك الصنعه معاهم القرون من عهد طريق بن زياد ما عندهم ما يقولوا راه ديال الجزائري ولا هذا مغربي 100% ما كاينش شي عاد فيها المناقشه. بالنسبه لهاد المهنه هادي باش تطور وباش تزيد للقدام ايوا خص شويه ما يجيش دوله اخرى تديها لنا شنو خصنا نديرو شويه الدوله تعهد تكون مع الصناعي توقف مع الصناعي شويه الصناعي راه هاد الربع سنين هادي تقصح بزاف كاع تقصح في هاد كورونا كاع راه وقف كاع ما لقاش كيلقاش ما يصرف الصناعي راه وقف بزاف الصناعي كاين اللي ما عنده غرض يقول لك هو يزيدوا 10 دراهم ولا 20 درهم ولا هذا وراه 10 دراهم ولا 20 درهم ما عنده ما دير له. انتم بشحال كتخدموا مثلا كتخدموا بالقطعه ولا لا كاين اللي كيخدم بالمتر ولكن ذاك المتر كاين المتر اللي خلي تخلي فيه الخطيه خاص قبطو كاع زايد هنا فيه جليج ما فيه الكسور فيه بزاف شحال الحوايج كيتهرس مش ما كاينش بقاش ذاك الطين ديال شحال هذه اللي غادي تخدم فيه براحتك وتخدم فيه شي حاجه باش تفصل اللي بغيتي دابا لا دابا شي حوايج خص الدوله اللي تشوف من عين المكان في هذه المساله هذه تعاونها لا راه الا ما كانش هذا القطاع راه غيوقف هذا القطاع راه غيوقف غيبقى غادي اين غينقهر حتى الصناعيه ما بقوش كيتعلم التعلمين الصغار ما بقوش كيدخلوا شحال كاين تدخل الصناعيه تقريبا وانا جيتي تشوف راه كاينه فوق 7000 فوق 7000 صناعي فاس فوق 7000 ودا اي جلي يجي لقيتيه في شي مدينه واحده اخرى عرفوا راه مشى من مدينه فاس يعني تكون في مدينه فاس مشى من مدينه فاس يعني وشنو كتقترحوا انتم باش احنا ماشي نعارضوهم علاش كيمشيو للمدن ولا شي حاجه الله يسهل عليهم ولكن المهم خص مدينه فاس ترجع لها دعايه لما كانت تمشي تشوف الصناعي راه ما غادي لواحد الحاله ما ماشي هي شنو خص الصناعي مثلا شنو محتاج الدوله خصو يتعاون خصو شي حوايج ديال التغطيه الصحيه خصو غير دابا 60 عام عاد غيتقيد في التغطيه الصحيه اش غايش غيستافد الدواء هو في القبور غيستافد الدواء ما يستافد الدواء شنو هو في القبور ولا في السبيطار يستافد الدواء 60 عام في العمر ديالو جات معطله خصها تجيب كريه مثلا الغدار الصغير يديروا له 1000 درهم الاخر يديروا له غير 50 فرنك وتو يتعود 60 عام اش غيقبض ما يقبط والو غيديروا في واحد الركينه ويجلس غيتحيد الاول الثاني الثالث الرابع ما كاينش